استاذ جمال عندي تعليق على الحكايه دي. انت تعليقك مهم انا عارف. لا هي بص لها من ناحيه الاداره. اداره نادي ومنظومه بتدير نادي. ايوه. ازاي بيتفاعل وبيتصرف مع فريق خسران. وازاي ده درس مفروض ان هو بينقل بدون كلام انشا وكلام في المثاليات، لا بينقل واقع فعلي وبيورثه للاعبين. ودي ميزه الاهلي بصراحه تاريخيا. يعني الاهلي ادارته طول الوقت بتتعامل مش بالانشا وبتاع، بتتعامل بواقع. فريق خسر لازم اقعد معاه اشوف فيه ايه وارفع معنوياته عشان المستقبل، وادي له دعم معنوي عشان يقدر يكمل. لكن مش فريق خسر اقعد اتخانق وبتاع وده وانا السبب وانت السبب. لا الاهلي بصراحه مستو انه خاصه اداره محترمه خاصة دائما. حضرتك عم تستشف من الكلمه، احنا قال لهم عايزين ناخد دروس من الهزيمه، نتدارس اسبابها ونتداركها ورايحين على بطوله يبقى نعوض بيها. يعني هو عشان اللي في ناس هتطلع تقول لك هو انت بتكرم الهزيمه لا هو لا يكرم، بالعكس ده هو عايز ينبه خلي بالكم دي جلسه، ما انتوا عاملين اللي عليكم بنقول لكم معلش هارد لك بس اللي جاي صح. دي جلسه محاسبه من نوع معين في الاداره، وانا متاكد ان بره الكاميرا في كلام تاني. وتعالوا بقى وغير كلام تاني اما انا الخطيب رئيس النادي يقعد مع فريق خسران ويتكلم معاهم باللي احنا سمعناه ده درس قاسي انسانيا على اللعيب الخسران. يعني ممكن يحمله مسؤوليه طبعا. مش لازم طول الوقت اشتم وازعق واتخانق وبتاع وانتوا فاشلين وانتوا بتاع، لا التاثير المعنوي على اللاعبين غير خالص. فكرني في بعض المسلسلات حضرتك، يعني في علم النفس لما يكون واحد مثلا مزعل حد عزيز عليه، طب من فضلك اتكلم، طب زعق لي قول لي اي حاجه. صح صح. فالصمت بيبقى اقصى ساعات، او الكلام كتير. او انك تطبطب بتبقى اكنك بتدي له بوكس. زي ابنك عمل مشكله في البيت، في اب بيضرب على طول، وفي اب بيتخانق، وفي اب صوته عالي، بص كده في اب يستنكر بالنظر. ده الاهلي، وده تاريخيا على فكره متوارث في ادارات الاهلي كلها. وده نخرج من الحته دي بقى عشان عندنا قضايا مهمه جدا. وانا كنت لسه يعني انطلاقا من اللي حصل قبل الهلال وقبل المغرب وقبل كده مع الترجي.